إنترنت من طهران الدكتور محمد صالح صدقيان الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية ومدير المركز العربي للدراسات الإيرانية بطهران. أهلا وسهلا بك سيد صدقيان. هناك مؤتمر للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية تحدث منذ قليل عن الأوضاع الإيرانية الإسرائيلية المشتعلة على ما يبدو على الأقل إعلاميا. كذلك هناك تقرير لرويترز صدر منذ قليل يتحدث نقلا عن مصدر مطلع بالمخابرات الأمريكية ويقول أن إيران كانت واضحة للغاية بأن الرد الإيراني سيكون منضبطا وغير تصعيدي وسيكون عبر أحد حلفائها. كيف تعلق بداية على هذه التطورات المتسارعة؟ تحية لك وللمشاهدين وكل عام وأنتم بخير. إيران مجروحة، وبالتالي هي انتقضت سيادتها عندما هوجمت السفارة الإيرانية بدمشق، وبالتالي هناك قرار صدر من القيادة الإيرانية العليا وهو المنصب القائد العام للقوات المسلحة في البلاد وهو المرشد الإيراني الأعلى. هذا القرار صدر بأنه يجب معاقبة إسرائيل. كانت تنتظر إيران أن يتم تنبيه إسرائيل وإدانة إسرائيل في مجلس الأمن الدولي ومعاقبة مجلس الأمن الدولي لإسرائيل لأنها انتهكت الأعراف الدبلوماسية والأعراف الدولية. لكن كما قال اليوم حسين أمير عبد اللهيان لوزراء خارجية بريطانيا وألمانيا واستراليا عندما اتصلوا به بعد ظهر اليوم، قال لهم بشكل واضح بأن إيران بعدما تخلى المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن الدولي بإدانة إسرائيل ومعاقبة إسرائيل على معارضتها للأعراف الدولية والدبلوماسية، إيران من حقها أن تنبه إسرائيل. يبدو بأن هذا القرار موضوع على الطاولة وأن تنبيه إسرائيل لا محالة. الآن لدى إيران عدة بدائل، هذه البدائل هي بلان أي، بلان بي، بلان سي، وبالتالي هذه البدائل تتصرف بها إيران وتختار تقدير الموقف من أجل الرد على إسرائيل. وبالتأكيد أنا أعتقد بأن الرد الإيراني سوف يكون إيرانيا عبر الأراضي الإيرانية، وسوف لن يكون عبر أصدقائها وفصائل المقاومة، لكن ذلك يعتمد على تقدير الموقف والحسابات التي تحسبها طهران، وهذه الحسابات تعتمد على الظروف والأجواء التي تحيط بالأراضي الفلسطينية المحتلة سواء داخل الكيان الإسرائيلي أو غزة أو الظروف الإقليمية والدولية. وبالتالي أنا أعتقد بأن خفض التوتر أو توصل حركة حماس أو توصل الجهود التي ترمي إلى إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة واستمرار هذا العدوان، بالتأكيد مثل هذا الموقف سوف يؤثر على تقدير الموقف الإيراني في اختيار أحد البدائل للرد على ما تعرضت إليه إيران في السفارة الإيرانية بدمشق. وإذا ما استجابت طهران لهذه الضغوط وخفضت التوتر بالفعل سيد صدقيان، ماذا سيكون المقابل؟ بماذا يعدهم الجانب الأمريكي؟ حقيقة هناك عدم مصداقية أمريكية عند الجانب الإيراني. الجانب الإيراني هو ربما التقت مصالحه مع مصالح الجانب الأمريكي بعد 7 أكتوبر، عندما أرسلت الولايات المتحدة 4 رسائل أعلن عنها بأنها وصلت إلى العاصمة الإيرانية طهران، والتي طالبت طهران بضبط النفس، بعدم الرد، بعدم توسيع نطاق الحرب، والولايات المتحدة التزمت وتعهدت بأنها سوف تعمل إلى تهدئة الأمور وتخفيض الأمور في غزة. لكن الآن بعد 6 أشهر وهناك جسر جوي عسكري موجود بين الولايات المتحدة وإسرائيل، جسر بحري أيضا لنقل السلاح والعتاد لقتل الأطفال والنساء الذي وصل الآن عدد القتلى أكثر من 33,000 مدني. وبالتالي الآن يعني لا تستطيع إيران أن ترضخ أو أن تسمع ما تقوله الولايات المتحدة، ولذلك أني أعتقد بأنها طلبت من وزراء خارجية آخرين سواء كانوا أوروبيين أو في المنطقة من أجل الضغط على إيران، على الرغم من الاتصالات الغير مباشرة التي كانت بين طهران وواشنطن ربما في
خلال الرسائل التي بعثتها الولايات المتحدة في بعد 7 أكتوبر، في يناير التي تمت فيها مباحثات غير مباشرة في العاصمة العمانية مسقط، أو خلال الرسائل التي وتبادل الرسائل الذي تم بعد 1 أبريل/نيسان بعد الهجوم على السفارة الإيرانية بدمشق. أنا أعتقد بأن إيران اتخذت قرارها بالرد لأنها يجب عليها أن ترد، لكن مستوى هذا الرد أين، متى وكيف، أنا أعتقد بأنها تعتمد على حسابات تقدير الموقف لدى الجانب الإيراني، وهذا كما قلت يعتمد على ظروف ومحددات كثيرة، ربما هي ترى أين تقع المصلحة في استهداف الأمن القومي الإسرائيلي. ولكن إذا أحجمت طهران عن الرد بشكل كبير، يعني كانت هناك في الآونة الأخيرة عمليات إعلامية وحديث عن رد كبير غير مسبوق وما إلى ذلك، إذا أحجمت طهران الآن في هذه اللحظة عن الرد بهذا الشكل وبهذا الحجم الذي تحدثت عنه بداية من خلال سياسييها، ألا يعد ذلك قبولا بمعادلة الردع الجديدة التي أقرتها إسرائيل أنها تستطيع أن تضرب والطرف الآخر سيوافق على خفض الوضع؟ هناك الكثير من الأمور ربما أنا لا أستطيع أن أجيب عليها، والكثير يبحث عن أجوبة لهذه الأسئلة، وهي التي تتعلق بمتى وكيف وأين وبالمستوى المحدد والتأثيرات الدولية، التأثيرات الإقليمية، هذا الأمر لم يترشح شيء منه، لكن دعني أذكر لك محددات الرد الإيراني. من هذه المحددات أولا بأن إيران ربما ليس من سياستها أن ترد بالمثل، بمعنى قتل شخص يجب أن يكون هناك قتل شخص إيراني إسرائيلي، ضرب سفارة إيرانية مقابل ذلك أن يكون ضرب سفارة إسرائيلية، ضرب منشأة هنا أن يكون هناك ضرب منشأة إسرائيلية. أنا لا أعتقد بأن هذا السلوك هو سلوك إيراني، وعودتنا التجارب السابقة خلال 20 سنة الماضية بأن إيران لا ترد بالمثل. هذه النقطة، ربما ترد بشكل آخر يؤثر على الأمن القومي الإسرائيلي، هذه نقطة مهمة وهذه إحدى المحددات. الشيء الثاني هو أن إيران ربما أو هكذا هي تريد أن توجه ردا على الأمن القومي الإسرائيلي. لأضرب مثل على ذلك حتى تتوضح الصورة، عندما هجم منشأة نطنز الإيرانية التي كانت تخصص باليورانيوم بنسبة 20% وتم تعطيل هذه المنشأة التي كانت تستخدم سنترفيوجات أجهزة طرد مركزي من جيل معين، بعد 10 أيام بالضبط فتحت إيران جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي وخصبت اليورانيوم بنسبة 60%. بالتأكيد الإسرائيل والأمن القومي الإسرائيلي يعلم جيدا بأن 60% تخصيب يورانيوم يختلف عن 20%، وبالتالي كيف كانت إيران تفكر في كيفية وآلية تهديد الأمن القومي الإسرائيلي. الآن أيضا إيران ربما تلجأ إلى مثل هذه الصورة وهي تهدد الأمن القومي الإسرائيلي. يعني على مثال آخر، عندما تم اغتيال فخري زادة في وسط في إيران وبالقرب من العاصمة الإيرانية طهران واستهداف علماء نوويين، ماذا عملت إيران؟ إيران عملت على تعزيز فصائل المقاومة وتهديد الأمن القومي الإسرائيلي. الآن أنا أعتقد بأن مثل هذه المحددات هي التي وضعت على الطاولة من أجل مواجهة إسرائيل، وبالتالي الآن عندما تقول إيران بأنها تريد أن تهاجم إسرائيل، هي لم تقل أن تهاجم منشأة معينة أو مبنى معين في داخل الكيان الإسرائيلي، وإنما هي تريد أن تهاجم الأمن القومي الإسرائيلي، ولذلك هي تتحدث عن رد وجودي لإسرائيل. الآن إذا ما ردت إسرائيل على ذلك، يعني لنفترض هذا السيناريو قد تم وإيران تهاجم وتضرب أهداف داخل الكيان الإسرائيلي، وردت إسرائيل أو إن الولايات المتحدة
سوف تنجر إلى هذا الميدان وتضرب إيران. أنا أعتقد بأن ذلك سوف يكون يعني الرد الإيراني سوف لن يتحدد بحدود معينة، سوف لن يتحدد بمستوى معين، وأنا قلت ذلك يعني يجب علينا أن ننتظر يوم القيامة في الشرق الأوسط، لأن كل الجبهات سوف تكون مشتعلة، الرد سوف يكون شيء آخر، وبالتالي هذا والولايات يعني في حقيقة الأمر الولايات المتحدة أيضا تعلم ذلك، ولذلك طلبت من وزراء خارجية ألمانيا، بريطانيا، وصلت هذه الفكرة، فرنسا أيضا وأستراليا من أجل التكلم والتحدث مع إيران بشأن ذلك. وصلت هذه الفكرة، شكرا جزيلا لك. كنت معنا من طهران الدكتور محمد صالح صدقيان، الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية ومدير المركز العربي للدراسات الإيرانية بطهران.